الأنبياء كانوا دائرين الناس يوحدوا الله. أي نبي أي رسول، مش بتحبوا الرسول؟ أي رسول عليهم الصلاة والسلام أجمعين جل الناس قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الناس لو وحدوا الله وعبدوا الله وما أشركوا إله مع الله غيره، والله تاكلوا أكل الأكل المجنن الناس الليلة ده، تاكلوا من فوق ومن تحت كرعينكم. قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أما نحن وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن ده اللي هو كله توحيد، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. طبقوا الكلام ده بس، ولا داير لولو كثيرة، اللولو بتاعت السياسيين وسنعبر والأطر، ولابد من يعني حملة شاملة حول الأطر النوعية، ده ما في في الدين، ما في في الدين في وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا الله وخلوا الشرك. يا جماعة الليلة زول الله يدي عربية ب 12 مليار، الله أداه، المفروض يقول شنو؟ أقل شيء الحمد لله. لا، بيشتري حجاب من الفكي، حجاب يمشي يعلقه تحت الدركسون تحت، يقول لك ده بيحرس العربية. الله أداك، الله اللي أداك. تجي تخون الإسلام وتخون العقيدة بتاعتك وتشرك بالله بتمائم وحجبات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها من علق تميمة، حجاب يعني، فقد أشرك. فده القرآن وما أنزل إليهم من ربهم. وهناك قال آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب الحصل شنو يا ربنا؟ معلوم الناس لسه جعلين لأنهم ولكن كذبوا ما وحدوا الله فأخذناهم بما كانوا يكسبون.